المحمدية 6/5/2020 علي فقير النهج الديمقراطي فرع المحمدية. في هذه الأيامات الأخيرة في هذه الأسابيع كانت دمو عمال النظافة اللي تابعين شركتي سويس بالمحمدية عدة وقفات احتجاجا على تصرفات ديال الشركة اللي كتشرد واحد عدد العائلات، وذلك بطرد عمال اشتغلوا لشهور داخل الشركة. فالشركة كتحاول توقف وتطرد هاد العمال قبل ما يكملوا المدة القانونية باش يترسموا، وبالتالي كتجري عليهم قبل الترسيم، وكذلك كتجري على واحد العدد ديال العمال لأسباب واهية، والمسؤولية كترجع للشركة بالدرجة الأولى. المجلس البلدي اللي وقع دفتر التحملات مع الشركة، وكذلك السلطات المحلية أي العاملة عندها مسؤولية في هذا الشيء هذا. ويمكن نسمعوا التصريح ديال واحد مواطن من ضحايا ديال الشركة. العربية تاع راليز ما كاينش الرجال، هما راهم كانوا رجال الشركة ديال بي صويس. تي جيتي لهاد المدينة وباغي دير فيها ما بغيتي، وبربي العزيز ما تبقاي فيها، بربي العزيز ما تبقاي فيها. ولكن ملي كنشوف إنسان ما هو إنسان، راني شفت غادة العقار ما كاينش. بغيت نعرف حاجة واحدة، علاش بنادم كيخاف اللي يدوي على حقه؟ علاش؟ علاش بنادم كيخاف؟ هي شركة وأنت مواطن وخدام معاه. سالينا كاع ساليت من الخدمة، ما بقيتوش باغيين حنا كاع، باغي نديرو هادشي اللي باغي نديرو. عطيونا رزقنا، هاديك 11 شهر اللي خدمت معاكم باش تجيو تعطيوني الشهر ديالي وتقولي توصلت المستحقات ديالي. فين هي المستحقات؟ فين هي المستحقات؟ شنو المستحقات توصلنا بها؟ اي واحد عطيته وكتقول له توصل مستحقات 11 يوم ديالو ولا السنه ديال الكونترا ب 15 يوم خلصوا بهذيك 15 يوم ديالو، ولا عطيته المستحقات كتعطيو فلوس كونجي ديالو. واش المستحقات ديال بنادم 300 درهم 400 درهم؟ واش انتوما كضحكوا على بنادم؟ صافوا راسكم غطلعوا، والله ما طلعوا. ومن جديد كنعبروا على التضامن ديالنا كنهج ديمقراطي في محمديه مع ضحايا طرد التعسفي والتوقيف التعسفي. اللي هناك عشرات ديال العمال ديال النظافة ديال شركة الإسويس اللي صبحوا مشردين، وهناك كذلك عمال اللي في شركة كتبية كتنهج نفس الأسلوب، بمعنى اللي قرب يكمل المدة ديال باش يترسم كيطردوه قبل ما يترسم. وهذا مشاكل كيعانيو منها العديد من العمال في الكثير من المعامل بالمنطقة المحمدية. فاحنا بجانبكم وحنا معكم وكنضمنوا معكم، وتحياتي لكم وشكرا.